وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتنا عن هذا الحديث أحسن الله إليك: لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، والطبراني في مسند الشاميين، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع، وكذا في صحيح الأدب المفرد عن ثوبان مولى العدنان عليه الصلاة والسلام. ولما نأتي لمفردات هذا الحديث: الكفور جمع كفر، الكفور بالضم جمع كفر، وهي القرى النائية البعيدة، وهي القرى النائية البعيدة. وأتى هذا المعنى وهو يكثر في بلاد الشام وفي بلاد مصر، فيقولون كفر فلان، كفر الشيخ، كفر توتا، إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء، يكثر عندهم ذلك. وهذه الكلمة أتت لأن الزارع يسمى كافر، بمعنى أنه يكفر، يعني يغطي البذرة. ومن هنا قال أهل اللغة: وكل شيء غطى شيئا فقد كفره. حتى يقال كما نقل ذلك البعلبكي أن فعل كفر بالإنجليزي وكفري بالفرنسي بمعنى يغطي، أخذ من هذه الكلمة اللغوية العربية. وإذن كل شيء غطى شيئا فقد كفره، يعني غطاه. ومن هنا سمي الزارع كافر لأنه يغطي البذرة بهذا التراب. والكفار هم الزراع، وأكفره يعني دعاه كافرا. هذا هو المعنى، بغير المعنى الآخر هو الكافر هو الذي يكفر بالله تبارك وتعالى. وهذا نقله الرازي في مختار الصحاح، بل جاء عن معاوية أنه قال: أهل الكفور أهل القبور. فقال الأزهري: والكفور جمع كفر بمعنى القرية، وقال هي سريانية معربة. وأكثر من يتكلم بهذا يعني يقول الكفر وكذا هم أهل الشام، وهم أهل الشام، وأيضا أقول وأهل مصر أيضا ينتشر فيهم ذلك. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في شرحه على صحيح مسلم، يقول: والمقصود بذلك في أهل الكفور هم أهل القبور، كما جاء في الأثر عن عمر قال: القرى البعيدة عن الأمصار وعن العلماء. وأيضا قال أهل العلم كما نقل ذلك الأزهري في تهذيب اللغة له، قال: أراد بالكفور القرى النائية عن الأمصار ومجتمع أهل العلم والمسلمين، فالجهل عليهم أغلب، وهم إلى البدع والأهواء المضلة أسرع، وهم إلى البدع والأهواء المضلة أسرع. فهذا هو المقصود بذلك. بعض أهل العلم ضعف الحديث فقال إن فيه راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، لكن البخاري أثبت السماع، وكذا وكذا غيره. وعلى كل حال فهذا الحديث بمجموع طرقه فإنه يتحسن، وكما قلنا جاء أيضا عن معاوية في الأثر، وجاء عن عمر بن الخطاب أيضا في الأثر: ساكن الكفور كساكن القبور. هناك أيضا في ذلك لفظة جاءت في الحديث من طريق آخر لكنها لا تصح، لما قال: ولا تأمرن على عشرة، فإنه من تأمر على عشرة جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، فكه الحق أو أوبقه الظلم. فهذا طبعا بهذه الألفاظ فإنه لا يصح، وذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات له.
ويعضد ذلك ساكن الكفور كساكن القبور في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل. من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل، لأن الإنسان في سكان البادية يقل العلماء ويقل التفقه إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصح عند أبي داود والترمذي والنسائي، وحسنه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. فعلى الإنسان أن يسكن في مكان يكون فيه قريبا من أهل العلم وقريبا من العلماء ومن التفقه. ولذلك كانوا، وجاء أيضا في نصيحة الإمام مالك للشافعي تلميذه، قال له: لا تسكن الريف فيذهب علمك، لا تسكن الريف فيذهب علمك، فيذهب علمك. فكل هذا على الإنسان أن يحافظ على أن يسكن في مكان يكون فيه أهل العلم ويكون فيه التفقه. نسأل الله يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على كل بر وأن ينجينا وإياكم من كل سوء وشر. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين وعلى طاعتك احفظه وارزقني بر يا رب العالمين. السلام عليكم واغفر ذنوبنا واقض حوائجنا. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.